أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ عبد الناصر، منور الدنيا. ربنا يخليك، لعلك سمعت كلام الأستاذ محمد رشوان. طبعا سمعته، والقضية شائكة جدا، لكن في نفس الوقت يعني أنا بحييك على انفرادك منذ يومين بخصوص هذا الشأن. والنادي الأهلي زي ما أنا قلت وبؤكد وبعيد وبؤكد بيتحرك، ومن حقه الدفاع عن حقوقه، هو بيستند للوائح والقوانين. في نفس الوقت من حق اللجنة الأولمبية أو واتيفر أيا كان مين تدافع عن حقوقها، ولكن في النهاية النادي الأهلي يعني يمكن زي ما كل يعلم رفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية منذ ساعات علشان تأكيدا لحقيته في تواجد الأستاذ العمدي فاروق نائبا رئيس النادي الأهلي. من وجهة نظري الموضوع أصبح شائك، أخذ ليه أبعاد كثيرة جدا، شغل الأهلاوية بشكل كبير في انتخابات يمكن النادي الأهلي سعى أنها تخرج بشكل يليق بقيمة النادي الأهلي وبقيمة الرياضة المصرية، وقد نجح في ذلك، ولكن للأسف يعني حصل هذا الخلاف. من وجهة نظري أو من وجهة نظر النادي الأهلي، خلينا نقول لك وجهة نظر النادي الأهلي، لأننا على تواصل مع بعض المسؤولين خلال الساعات الماضية، هم يروا أنهم لهم كل الحق في الدفاع عن حقوق ناديهم. الأستاذ العمدي فاروق واخد أكثر من 19 ألف صوت، وبالتالي يزيد عن 25% بمراحل. الاستمارة فيها بند واضح جدا وهو بند التزكية، هناك رقابة، هناك هيئة قضائية، اجتماع ومحضر تم التوقيع عليه من قبل اللجنة القضائية، كل دي بتصب في صالح النادي الأهلي. لذلك النادي الأهلي حتى لما جاله الموضوع أصيب بالدهشة والذهول من إن الموضوع ده فعلا بجد، هو الموضوع ده فعلا فيه مشكلة. طب يا أحمد، هل عدم استلام النادي الأهلي لخطاب اللجنة الأولمبية واعتماد المجلس دون النائب العمري فاروق ده برضه ضمن سلسلة التصعيد، وإن أيوة. لا إما الكل لا إما بلاش؟ أيوة، مش عايز أقول لا إما الكل لا إما بلاش، بس يعني بلسان حال الأهلي كده، الأهلي مش عايز يثبت حالة، يعني بمعنى، ودي كانت بفتوى من الشؤون القانونية في النادي الأهلي، بمعنى استلام النادي الأهلي خطاب اللجنة الأولمبية فهو كأنه يقر بخطاب اللجنة الأولمبية أنه استلم وعلم وينفذ هذا الخطاب بعدم تواجد الأستاذ العمري فاروق. النادي الأهلي واخد سلسلة من التحركات القضائية للدفاع عن حقوقه بهذا الشأن، وكان من بداية هذه التحركات أنه عدم استلامه لهذا الخطاب، وبالتالي فهو بيقر بعدم صحة محتواه، وبالتالي يرفض هذا الأمر تماما. نادي الأهلي يعني مكمل بالموضوع، الأهلي النهاردة حتى ابتدى يسرد تفاصيل جديدة جدا، إن يعني كان في 4 مندوبين في الخيمة الانتخابية أسوة بكل المرشحين، وإن اللجنة الإدارية كانت على دراية كاملة بموضوع طرح الاسم للأستاذ العمري فاروق من خلال التصويت في الاستمارة، وإن الاستمارة تم اعتمادها، وان الاستاذ العمري فاروق واخد 94%، يعني اكثر من 25% اللي موجود في لائحه النظام الاساسي. يعني الاهلي بيحط علامه استفهام كبيره على يعني المسؤولين ايجاد حل لهذا اللوم. تمام يا ابو حميد، اذا يعني خلينا يمكن احنا الوحيدين في مصر اللي بنتناول الموضوع بعقلانيه وفتحناه من جميع زواياه، وكل يوم بنقول الجديد فيه والحلول. وده بيخلينا نأكد على حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن الموضوع لا بالصراخ ولا بالزعيق ولا بالحروب، وإنما وده مش أسلوب الأهلي. وإنما هو أمر أنا عايز برضو أنا عايز برضو تكميل يعني تكملة لهذا الحديث، أنقل لك برضو تصريحات الدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي لما تحدث في أحد البرامج يعني بخصوص هذا الشأن، وهو قال صراحة يعني قال العمري فاروق هو نائب رئيس النادي الأهلي بالقانون،
قال يعني القوانين كلها في صالح العم فاروق، فهو نائب رئيس النادي الاهلي. قال عندما عاد الاستاذ وليد الفيل للانتخابات النادي الاهلي لم يعترض، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي صاحبه الحق في كل شيء. قال الجهه الاداريه هي من قررت الاستشكال على تواجد وليد الفيل ورفضوا تواجده على منصب النائب، وبعد قرار عدم وجود الفيل في الانتخابات قررنا متابعه الانتخابات بالاستماره وخدنا الموافقات على هذا الشكل. قال بنتمنى حل الازمه، ارسلنا خطابا لهيئه قضايا الدوله بنطلب في محضر اجتماع الجمعيه العموميه، يعني بيعطوا فيها محضر اجتماع الجمعيه العموميه انتخابات النادي اللي حدثت، والنادي لم يتم تسليمه للنادي حتى هذه اللحظه. يعني الدكتور سعد الشلبي بيؤكد بالقوانين حقيقه الاستاذ عمرو فاروق، ويبدو ان كل يوم هنلاقي فيه يعني جلسات وتصريحات وجديد بخصوص هذا الشكل. بتفق معاك، وما زلنا يوميا في هذا الملف حتى حله. واحنا برضه بننفرد بلجوء الاهلي للماده 50 من لائحته، اذا حدث ذلك فهذا سبق وانفراد من عندنا. طيب اخدك لموضوع المواعيد بتاعه كاس العالم للانديه اللي الدنيا كلها متدربكه فيها، والكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني للاهلي قلقان جدا من القصه دي. ويمكن انا لسه يعني قبل ما ادخل معاك كنت بتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في هذا الموضوع على يعني من الدهشه برضه جدا، لان النادي الاهلي وكانه اصبح بيدفع الثمن لقيمه مشاركته. يعني قبل كده السنه اللي فاتت والسنوات السابقه الاهلي كان بيدفع الثمن الاجهاد لمشاركه لاعبي النادي الاهلي في كل المنتخبات ومع كل البطولات و و و فدلوقتي الموضوع ان النادي الاهلي اصبح مطالب ان اللعيبه يكونوا موجودين في المنتخب في نفس الوقت تتعارض بطوله كاس الامم الافريقيه مع كاس العالم للانديه. كابتن سيد عبد الحفيظ قال يعني لو الازمه لم تحل معناه ان النادي الاهلي هيخش كاس العالم للانديه ب 12 لاعب بس. قال لك ممكن يغيب عن الاهلي اكثر من 10 لاعبين، لان لاعبي النادي الاهلي هم قوام المنتخب الاول، وبالتالي كمان عندنا عدد من اللعيبه الافارقه الدوليين هيشاركوا. بالمناسبه كمان عشان انت كنت سالتني عن موضوع بيرسي تاو، بيرسي تاو موجود في القاهره ولم يسافر لجنوب افريقيا يعني بالمناسبه. كمان نتكلم ان المواعيد نزلت بشكل رسمي، ما لقيناش اي حد فيما يخص بيرسي تاو، بس لما تخلص انا هكلمك كده. برضه احنا انفرادنا صح، لان اول ناس قلنا منع السفر من والى جنوب افريقيا هيخلي ولا لاعب من للجهاز الفني ولا بيرستاو يسافروا من مصر لجنوب افريقيا. هو بالفعل موسيماني قرر البقاء لاجازة العشر ايام، وكان في زياره النهارده الاهلي مدينه نصر، وهنتكلم في الموضوع ده. في نفس الوقت بيرستاو موجود في القاهره، يمكن هو مكتوني هو اللي سافر موزمبيق، ولكن بيرستاو موجود في القاهره يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ما لقيناش حد من اتحاد الكره المصري بيتكلم كلمه واحده، ما شفناش رد فعل من الكاس، ما شفناش دفاع من الاتحاد المصري لكره القدم على تداخل المواعيد. لازم يكون في تنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب، اكيد الاولويه للمنتخب وبلدنا بدون نقاش، وده تصريح مهم عشان بس ما حدش يزايد على الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني. وقال اكيد لازم يكون في حلول، واكيد لازم يكون في اتفاق لمصلحه الكل. قال الاهلي ممكن يلعب يوم 5 او 6 فبراير، ده اللي عرفناه. حتى لما قال راح يعين الملاعب في الامارات وابتدى يتناقش، عرف ان خلاص الامور رايحه في هذا الشكل. رئيس الاتحاد الدولي كان في مصر من 4 5 ايام، طب انت كاتحاد كوره ليه ما ناقشتش معاه الموضوع ده؟ موضوع تداخل كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه، الاتحادين المصري والافريقي لكره القدم لازم يكون ليهم دور في تحديد موعد كاس العالم للانديه. كل دي تصريحات على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ. وهنا سؤال، لو حتى قلنا الايه بالعكس شويه، ماذا يحدث لو كان التعارض ده مع بطوله كاس الامم الاوروبيه؟ هل كان يجرؤ الفيفا على معارضه كاس الامم الاوروبيه انها تقام كاس عالم الانديه في هذا التوقيت؟ اعتقد الاجابه واضحه. ولكن في كل حال من الاحوال النادي الاهلي يعني في تنسيق مع لجأ الى الاتحاد المصري لكره القدم. بالمناسبه النادي الاهلي يعني خد اكثر من خطوه في هذا الشان. الاهلي ارسل خطابا الى الاتحاد المصري لكره القدم، ارسل خطابا الى الاتحاد الافريقي لكره القدم، ارسل خطابا الى الاتحاد الدولي لكره القدم لحل ازمه تضارب الانديه. النادي الاهلي عنده اكثر من لعيب مشاركين مع منتخبات بلادهم، سواء المنتخب المصري او اكثر من منتخب كاس افريقيا. كاس افريقيا المفروض تبقى من الفتره من 9 يناير ل 6 فبراير،
كأس العالم للأندية المفروض من 3 ل 12 فبراير في الجزائر، وبالتالي التداخل ده عامل أزمة للنادي الأهلي. خليني طب طالما بنتكلم عن كأس العالم للأندية وهذا التداخل، خلينا برضو نحكي تفاصيل كده شوية. النهاردة الأستاذ محمد بن هزام متحدث رسمي باسم كأس العالم للأندية، يعني مع يعني حصول القرعة، وهنتكلم عن القرعة وتجهيز النادي الأهلي وتعليق النادي الأهلي عنها، قال إن طرح تذاكر البطولة من المفترض يبقى 15 ديسمبر، وقال إن بينتظر حضور عدد كبير من الجماهير في تنسيق مع الرعاة، تحديد الملاعب والرعاة لضمان أكبر عدد من المشاهدة، في أمور بتتم بتنسيق كبير جدا 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 في الفترة القادمة علشان البطولة تطلع بالمشهد الذي يليق ب يعني بطولة مهمة زي كأس العالم للأندية. اللي قال عنها كابتن سيد عبد الحفيظ ان التضارب مسألة احترام لازم كان يعني يكون هناك حل فيه. تمام. خلينا اتكلم معاك طالما قلنا كأس العالم للأندية، قرعة كأس العالم للأندية اللي أقيمت في الإمارات، يعني القرعة يعني الناس بتقول صعبة سهلة متوسطة، المهم القرعة أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، أثرت على مواجهة النادي الأهلي لفريق مونتيري المكسيكي في دور ربع النهائي. طبعا الإمارات بتستضيف البطولة من 3 فبراير إن ل 12 فبراير. الأهلي هيواجه مونتيري في الدور ربع النهائي، وما تنساش إن الأهلي قابل الفريق ده مرتين في كأس العالم للأندية، وفي المرتين هزم فيهم إن لم تخن الذاكرة، مرة 2-0 ومرة 5-1. الأهلي ومونتيري اللي هيكسب منهم هيقابل فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي سيمي فاينل. فيعني مشوار نتمنى النادي الأهلي بإذن الله يكمل فيه بمشاركة العديد من الأندية، إن شاء الله نرى النادي الأهلي وتشيلسي الإنجليزي في نهائي هذه البطولة في اجتماع غدا في أبو ظبي لتحديد مواعيد وملاعب جميع مباريات البطولة للإعلان عنها خلال الساعات القادمة. يعني هي البطولة الأكبر في هذا التوقيت، نتمنى للنادي الأهلي التوفيق. يمكن يعني موسيماني كان عمل نشر على التويتر الخاص بالقرعة ومراسم القرعة وكتب أتمنى التوفيق لفرقتي وعلينا إن احنا نشتغل بجدية للفترة القادمة، زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال مواجهه مونتيري صعبه وعلينا ان احنا نستعد مبكرا لهذه المواجهه. كابتن سامي قمصان المدرب العام قال لك هدف الاهلي تحقيق مركز افضل من العام الماضي، وقال لك لقاء مونتيري بالنسبه لنا لقاء يعني ان صح التعبير لقاء ثائري، نتمنى ان احنا يعني نحقق نتيجه كبيره. زي ما بقول لك الاهلي لعب مع مونتيري في 2013 واعتقد النادي الاهلي يعني يتمنى باذن الله الوصول لنهاية هذه البطوله علشان يبقى فيه يعني باذن الله مستويات افضل، وجماهير النادي الاهلي مستنيه اكيد اكيد بطموحات اكتر واكتر مركز متقدم. يعني خلال ساعات النادي الاهلي بيحسم بديل معسكر الامارات، يعني هناك قويل يعني هناك قويل ان يعني كان في بعض الاحاديث الساعات الماضيه يعني فكرة يعني بدائل متاحة لمعسكر الإمارات، البعض اقترح تاني بعض الدول العربية. يعني خلينا نقول حتى هذه اللحظة النادي الأهلي لم يستقر عن بديل معسكر الإمارات. طبعا حضرتك تعلم يعني بطولة كأس العرب يعني تنطلق خلال ساعات من 30 نوفمبر ل 18 ديسمبر، فالنادي الأهلي عايز يستغل فترة هذه التوقف بأفضل يعني حال ممكن. فالنادي الأهلي بيتابع واحنا هنتابع، وبرضه باذن الله كل ما هو جديد هنعرضه مع حضرتك على طول هنا. موسيماني تواجد يعني في اهلي مدينه نصر، وعجبني موسيماني مستغل راحه بشكل كويس في متابعه فرق الناشئين. النهارده كان بيتفرج على مباراه مواليد 2006 مع الانتاج الحربي، وتابع كابتن يعني اجتمع مع كابتن خالد جيبو مدير قطاع الناشئين، واجتمع مع عدد من اداري الفريق، يمكن فقط الصور التذكاريه. موسيماني متابع قطاع الناشئين بشكل كويس، اتكلم مع خالد بيبو عن الدور اللي بيعملوه شغالين عليه في الفتره القادمه. ده موسيماني اللي بيفكر للمستقبل وبيفكر للفرقه الفتره القادمه، وبيستغل العشر ايام الراحه للنادي الاهلي انه عايز يعمل حاجه تضيف للنادي الاهلي في الفتره القادمه، واعتقد ده عكس لناس كتير بتتمناه او الناس كتير بتتكلم عليه. لكن في كل حجم الاحوال زي ما انا بقول لك، موسيماني النهارده كان يعني موجود في مدينه نصر واجتمع مع قطاع الناشئين، وبيتكلم عن يعني خطوات النادي الاهلي بيتحرك فيها في الفتره القادمه لصالح الكل.
برضو ناس كتير اتكلمت عن يعني او احد الاعلاميين تحدث ان النادي الاهلي قرر عن الاستغناء عن 6 لعيبه للاسف. يعني ده خبر موجود في احدى قنوات الفضائيه بدون ذكر اسماء، واتقال بالاسم طاهر، محمد طاهر وكهربا ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي ورامي ربيع. تاني بعيد اؤكد هذا الكلام عاري تماما من الصحه. ولما الاهلي هيستغنى عن 6 كان اتعاقد مع الناس ليه؟ عشان يستغنى عن هو 6؟ يلعب بمين؟ بيلعب ويلعب بمين؟ هو مجرد يعني في كتير والله زعل من مصر. الاهلي عايز يصدر ازمات لنفسه، يعني كان بيتعاقد كان ما يبقاش عنده نواقص، يروح يمشي 6 عشان يبقى عنده نواقص. بالظبط بالظبط، هو ده اللي الاهلي يعني كلام عبيط. في ناس يا عبد الناصر لما تقول الكلام بالمنظر ده هي فاكره ان كده تاخد مشاهده والناس تتابعها وتتفرج عليها وتبقى ترندي. انا بس قلت اقول انا ما بحبش اعقد على الحاجات دي، فانا قلت اوضح ليه؟ لان هل من المنطقي ان النادي الاهلي هيناقش رحيل 6 لعيبه دلوقتي وما خدش غير 5 6 اسابيع وانت عندك اصلا يعني انت بتتكلم في تدعيم بعض المدافعين ولا كل حد من الاحوال لجنه التخطيط لم تتحدث ولم تناقش هذا الموضوع، لسه هيبقى في اجتماع للجنه التخطيط الفتره القادمه عشان الامور تكون واضحه ولانيه تماما لاي يعني حديث في الفتره الحاليه عن رحيل اي لاعب. وده بالمناسبه زي ما قالوا لي الكابتن سيد عبد الشقير، بالمناسبه اليو ديانج هيرجع 5 ديسمبر بعد الاجازه اللي خدها. يعني عشان بس برضه الناس اتكلمت عن بعض العروض وصلت لحسين الشحات ووصلت لمحمد شريف، مفيش اي عرض وصل للنادي الاهلي خلال الساعات الماضيه سواء للاعب ده او ده او غيره بمنتهى الامانه، لان برضه اتقال اكتر من اسم، لكن حتى هذه اللحظه زي ما انا بقول الاهلي لم يصل لاي عرض رسمي لضم اي لاعب في الفتره الحاليه. يمكن اللعيبه اللي غير متواجدين مع المنتخبات واخده راحه، البعض بيحاول يعني يتمرن يعني مع مشروع ثاني يبقى في محافظه على اللياقه البدنيه وفي نفس الوقت مع عوده تسهيل التمرينات تكون افضل وافضل. تمام. في اجتماع ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ بالمناسبه خلال الساعات القادمه برضه زي ما انا قلت، غير محل كمان يعني ازمه او مشكله او بديل معسكر الامارات، كمان وضع خارطه طريق او بلان النادي الاهلي هيشتغل عليها لحد كاس العالم للانديه، وده كان بالتنسيق او بتعليمات من الكابتن محمود الخطيب. الثنائي هيجتمعوا ويحطوا الخطه ويبقى يتم عرضها على الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي مركز في كاس العالم للانديه وبعد اجراء القرعه هيكون في تحرك على مستوى الاستعداد، لكن طبعا النادي الاهلي عنده بارقه امل في حل ازمه الاول تعرض المواعيد يعني، وده حتى لو قالوا الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ان شاء الله يكون في حل هذه الازمه. تمام يا ابو حميد، اللي بعده. معايا عبد الناصر؟ سامعك يا ابو حميد، اتفضل. اخيرا برضو عايز اطمن الناس، صلاح محسن و يعني محمود متولي الحمد لله الثنائي مع عوده الفريق للتدريبات. يمكن انا سالت الحمد لله الاصابه خلاص، يمكن الحاله كويسه جدا مع عودتهم او مع عوده الفريق للتدريبات، ربما يخشوا في التدريبات الجماعيه. ربما يكون الساعات القادمه في اخبار عن مفاتحه موسيماني في مساله تجديد تعاقده، ولكن النادي الاهلي بينتظر يعني شركه كره القدم هيكون ليها ملفات. كابتن محمود الخطيب يعني يعني بياخد هدنه كده من المنتخبات وحل ازمه مشكله الاستاذ العامري فاروق، كده هيكون في اجتماعات مع شركات النادي الاهلي وبالتحديد شركه كره القدم اللي بيعول عليها النادي الاهلي كثير الكثير والكثير في الفتره القادمه مع الاستاذ ياسين منصور، واللي اول حاجه هتبقى على المائده الخاصه بيها هي التجديد لموسيماني لمده موسمين. ملفات كثيره النادي الاهلي هيشتغل عليها الفتره القادمه، ولكن اكيد يعني مشكله الاستاذ العامري فاروق اللي هي مشكله بدون ادنى مشكله او مشكله بدون اي لازمه مستغرب ليها، مع كمان طبعا مشكله تعارض كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه، دول الاثنين اللي طفوا على الصف والنادي الاهلي بيتحرك فيهم بمنتهى الجديه خلال الساعات القادمه، ولو في اي جديد هنتابع مع حضرتك فيهم يعني على طول. طيب قبل ما اقفل معاه خلينا ناخد رد ميدو بيساند سيد عبد الحفيظ بقوه وبيقول على اساطير افريقيا انهم يتحركوا. انا بساند النادي الاهلي ولازم يكون ليهم دور ولازم يوصلوا الرساله للفيفا. لازم الفيفا يحترم الكره الافريقيه ولازم الاتحاد المصري وهنا بوريدا اللي المفروض بيمثل مصر يحافظ على حقوق الاهلي.
الاهلي له حق عند اتحاد الكره في مساندته، موضوع المواعيد كارثه، والاهلي المتضرر الوحيد في كاس العالم للانديه، ولازم هذه المواعيد تتغير. انا بحيي ميدو، لان برضه ميدو لما يتكلم الكلام ده هنا كنجم كوره قبل ما يكون اعلامي، ده شيء كويس جدا ويدعم موقف النادي الاهلي بشكل قوي. منتهى الاحترام، وعندك حق، متفق معاك، وده دور الـ يعني الكلام الصح والاعلام الصح، وده اللي انا كنت بقوله. يعني فين دور الاتحاد المصري لكره القدم هنا؟ فين دور المهندس انيا بوريده هنا؟ فين دور يعني الـ يعني مش عايز اقول حاجات، بس يعني ده الدور اللي المفروض يكون موجود دلوقتي، مش اي ادوار تانية. بتفق معاك يا ابو حميد، وكل التحيه لميدو على هذا الكلام. يا جماعه يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، كارثه المواعيد. الاهلي هيتظلم، عنده 5 أو 6 لعيبه اساسيين مع المنتخب في الامم الافريقيه، وهم العمود الفقري، وانا بضم صوتي لصوت سيد عبد الحفيظ. وعندك زعب مصر ديانج، وعندك علي معلول، وعندك زرشيتاو، وعندك ميكسوني، انت كده القوائم الفرقه كلها مش موجوده معاك. وبايد كمان كلام ميدو، وبضم صوتي لصوت احمد السيد وللكابتن سيد عبد الحفيظ. وعلى فكره لازم ولا بد يكون في حل يا جماعه لهذه الازمه. بشكرك يا ابو حميد، شكرا جزيلا.